بين تفاصيل صارت ذكريات عايشة بالروح والذاكرة. قدرت السيدة منى عبده بقلب مدينة السلامية بريف حماة إن تكفي الحياة. الإيمان ازداد وصار قوة بداخلها، فهي زوجة شهيد وأم للشهيدين شهاب ولؤي عفارة. من خلالهم اختبرت معنى قداسة الأرض لما الروح بتكون هي وقود الحياة على ترابة. كان يخدم بالغوطة، استشهد بالغوطة بتاريخ 15/3 بعد من نبشي 6 شهور. ابني وزوجي كمان انه كانوا رايحين من ناحية اسرية، انفجر فيهن لغم ادى لاستشهادين، استشهدوا ب10/9/2018. صبورة لانه بنتي، ما ضل عندي غير هالبنت، انه هي التفاؤل اللي بالحياة، وعندي اياها انه بتسوى الدنيا كلياتها، وتحت بتسوى الدنيا عندي، والله يحميها ويحمي الجيش. أنا كزوجة شهيد وأم لشهيدة وجه رسالة لأمات الشهداء، إنه صح إنه هني أولادهم بيستشهدوا، بس إنه هالبلد بحاجة إنه إنه هني يحموا هالبلد، والشهادة هي مفتاح النصر. بعيون طفلتها الصغيرة بعدها عم تشوف الأمل، فهي مثل كتير من السيدات اختبروا الصبر وصارت القوة على الاستمرار، هي عنوان لحياتها.